بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. افتتحت الجلسة، السيد رئيس الحكومة، السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه، وكذلك عملا بمقتضيات المادة من 278 إلى 283 من نظامنا الداخلي، يعقد مجلس النواب الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة جزئين: الأول يتعلق بسؤال محوري حول موضوع تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية، والشق الثاني يتعلق بباقي الأسئلة، ويتضمن سؤالين: الأول لفريق الأصالة والمعاصرة حول استراتيجية الحكومة لتأهيل ساكنة المناطق التي تعاني من البرد لمواجهة الظروف المناخية القاسية، والثاني تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول موضوع أي سياسة حكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ونشرع الآن في طرح أسئلة الجزء الأول الذي يتضمن ثلاث أسئلة محورية ذات الموضوع الواحد.